هداك اليوم قريت بوست على الفيسبوك، معقول ما في ولا شخص شارح فحص يلي موجود عند الاكنتوف واربايت او الجوب سنتر اذا بدي اياهم يمولوا لي ام شولهم؟ فتح حي معقول، انا عملته هذا بال 2023، ليش لهلا ماني عامل عليه ولا فيديو؟ المهم، ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. بهذا الفيديو رح اشرح لكم شيء اسمه بسوشولوجي تيست او اينشتايلونج تيست. هذا الفحص اذا انت بدك تعمل ام شولونج، وهذا الام شولونج غالي بكلف 20000 25 او اللي هو، فمشان يتاكد الاجنتوفو اربايت او الجوب سنتر انه انت جاهز لغويا ونفسيا وعقليا انك انت تجتاز هذا الام شولونج، لانه انت خلال كل هالفتره حتكون موجود على الاجنتور، حتاخذ منه لايسونج او حتكون عند الجوب سنتر، فبده يتاكد. يعني هو عباره عن بروتوكول مشان يتاكد. مهم، ما حنطول كثير. انا هذا عملته بال 2023 الشهر الثاني او الثالث، رح احكي لكم بهذا الفيديو تجربتي الشخصيه الكامله كيف قدرت جهز له. انا ما عملت بعدين امشورون بنهايه المسلسل، انا عم بعمل هلا اوس ويلدونج. كيف تقدر تجهز له مواقع، شو بيجيك باللغه الالمانيه، شو بيجيك بشكل عام. خلينا نبلش بالقسم الاول، اللغه الالمانيه. متذكرين الشبرخ باوشتاينر اللي كنت ساويها الاشخاص اللي هن قدموا كثير على القناه او بيعرفوني من الشبرخ باوشتاينر اللي كانت تجي بالبيت سفاي؟ تقريبا نفسها بتجي بهذا الفحص، عبارة عن مقالات متنوعة. بتذكر كان جاينا عن الفون جيلد، مقال عن الضريبة عن الشتوية، ومقال عن الطاقة. هدول المقالات بيكون فيهم فراغات، انت لازم تعبي هاي الفراغات بالكلمات اللي موجودة فوق. ممكن الكلمات تكون مبعثرة ابدا بالضبط نفس فحص البيتسفاي، او ممكن الكلمات تكون مرقمة وانت بدك تختار الكلمة الصحيحة. فبيجي عندك بالشبرخ باوشتاينر كلمات مفقودة، افعال، كلمات نومن فيرب فيربندونج مثلا، وايضا يعني نكشات صغيرة لازم انت تنتبه لها. فهو بيتراوح ما بين الاتسفاي للتسيئينز. كل ما كانت لغتك افضل، كل ما لقيت هذا الاختصاص او هذا الفحص اسهل. بس طبعا هون بينبه لشغله كتير مهمه ما حكيتها ببدايه الفيديو مشان ما تكون المقدمه كتير طويله. هذا الفحص اذا انت بدك تعمل ام شولونج مثلا بالاي تي، فبيكون الفحص تبعك اصعب من الشخص اللي بده يعمل ام شولونج بالبفليجي مثلا. اذا انت بدك تعمل ام شولونج كبوسفاغه، فبيكون اسهل من الشخص اللي بده يساي بفليجي، وهكذا. كل ما كان الاختصاص اللي انت بدك اياه اسهل، كل ما كان نوعا ما الفحص اسهل، او اذا ما كان الفحص اسهل بيكون التقييم البيفيرتونج لإلك اخف من غيرك. ممكن يجيك نفس الفحص بس التقييم بيختلف. مثلا الام شولونج الاي تي انت لازم يكون معك باللغه الالمانيه بهذا القسم تسي ايس، انت جبت مثلا بي ايس، لا هذا الشيء غير كافي. اما البي ايس كافي للبوسفاغه، وهكذا. انتوا باقي سوا على هالمقياس هذا. فحكينا عن اول قسم اللي هو الدويتش، بعدين هلا بنحكي بقى عن القسم الثاني اللي هو المات، او خلينا نقول المات، ما في غيره هي المات. فبيجيك اكثر من سؤال، بيجيك عمليات جمع وطرح وقسمه، وطبعا ممنوع انك انت تفوت معك. وين هي؟ وين التاشن رشنا ليكا؟ هي ممنوع تفوتها معك، مسموح انك تفوت معك بس قلم ورقه. فبيجيك عمليات حسابيه وكسور اعداد عشريه، او بيجيك كمان الدرايزتس، ما بعرف شو هي باللغه العربيه بصراحة نسي أنا. وكمان بيجيك حساب التسنزن الفوائد، وبيجيك حساب البروتسنت. هذا كله لازم انت تعمله يدوي بدون آلة حاسبة. وكمان بتذكر اجانا في شيء اسمه تسال رامن، تسال راينا، تسال راينا، ما بعرف، خليني اتأكد منه وارجع لكم. تذكرتها، تسال راين. هاي اللي بتكون هي عبارة عن التسلسل الرياضي، مثلا 2 4 6 8 3 5 7 9 وهكذا. فأنت بدك تعرف شو العلاقة بين أول رقم والثاني رقم وتمشيهم بقى على بقية الأرقام. هي كتير كتير بتجي. كمان بتجي حساب المكعب، قديش مساحة المكعب، الدائرة، هدول كلهم شغلات مهمة بتجي كمان بفحص المتة. بشكل عام انا هذا اللي اجاني بقسم المتة، رح ارجع اعيدهم بشكل سريع. بروتسنت النسبه، تسنزن الفوائد، جمع وطرح واسمه مع فواصل واعداد عشريه، درايزتس كمان بتجي دور عليها، حساب الدائره، حساب المضلع، حساب المستطيل، هذا كله كمان انا اجاني. هلا بقى السؤال المهم، في شيء فحص انجلش؟ انا ما اجاني هذا الشيء، بس في اشخاص سمعت انه هن اجاهم. بنرجع بنقول على حسب التخصص اللي انت بدك تساوي. وطفى الضوء، خلينا نحطه بالشحن. سبحان الله، كل فيديو بيصوره يا اما تطلع الإضاءة مالها شغالة، يا أما المايك مطفي، يا أما بيصير له شيء قصة. كل فيديو بيطلع قصة عن جد. يعني هلأ في على القناة 920 فيديو مع هذا الفيديو، كل فيديو قصة صدقوني. المهم، شو كمان بيجينا يا عبد الهادي بهذا الفحص؟ خليني ورجيكم هاي الصورة، ما بعرف واضحة. ها
هذا النوع من الأسئلة كمان بيجي، هلا بنحكي عن هذا الكتاب بالنهاية، بيجيب لك شكل هندسي معين بيقول لك هذا الشكل شو هو، دائري مستطيل، يعني هو بيكون عبارة عن صورة وانت بدك تعرف هذا الشكل إذا ركبت المكعبات على بعضها شو بيطلع. هذا سؤال كتير بيجي. وبتذكر كمان الأسئلة اللي اجتني انه المسننات كتير، هاي الشغلة كمان مهمة. إذا حركة الرياح مثلا باتجاه الشمال فبيجيبوا لك صورة، بيجيبوا لك فيديو عم يتحرك، إذا تحركت الرياح هيك فكيف المسننات بدها تتحرك. هي الشغلة كمان كتير معتة، ما لها صعبة بس لازم تنتبه كتير وتكون سريع. هي مشكلة الوقت بهذا الفحص جدا صعبة لأنه أنت مضغوط بالوقت، في عندك عداد معين لهذا السؤال، فإذا مرق السؤال وأنت ما حليته فخلص راح عليك السؤال، فلازم تكون متدرب كتير كيف تحل هذا النوع من الأسئلة. خلينا نلخصه مثل ما نحن بنعرفه، الـ IQ أسئلة الذكاء، هاي هي الملخص السريع تبع هذا الفحص بشكل عام. بس طبعا إذا ما نجح الواحد فيه معناته مو هو إنه غبي، لا أبدا، بس ممكن يكون توفيق من رب العالمين، الوقت ضيق، تحس إنه ضغط في وقت، فهذا الشيء يسبب لك ستريس، يسبب لك حالة نفسية معينة ما تقدر إنك أنت تحل. الواحد بيتمرن بيساوي اللي عليه وبعدين بيتوكل على رب العالمين وبيروح على هذا الفحص. طيب يا عبد، هلا صار لك ساعة عم تحكي على هذا الفحص، خبرنا بقى شلون إحنا بنجهز له. مسكته، شايفين هذا الكتاب؟ هذا الكتاب تقدروا تشتروه او تستعيروه من المكتبة، اسمه تيست ترينر، لهلا حبحط لكم صورته لانه الشاشة عندي معكوسة. هذا الكتاب مليان تمارين عن هذا الفحص اللي انا حكيت عنه او صدام، بالاضافة الى بتقدر انك تكتب بسيشولوجي تيست على الانترنت وتلاقي مواقع بتقدم لك خدمات مدفوعة برقم رمزي، خلينا نقول بسعر 50 يورو مدى الحياة او 40 يورو او 30 يورو، بيعطيك كم هائل من الاسئلة اللي بتقدر انت كمان تتدرب عليها. بس انا برأيي انه مالك مضطر على الموقع، لا تدفع عليه شيء، اشتري هذا الكتاب ان كان من الامازون مستعمل او دور عليه بمكتبة المدينة اللي انت فيه استعاره، بتذكروا انا اشتريته ب 12 يورو او بقلب المكتبة بيكون موجود، بتقدر انك انت تساوي اشتراك بالمكتبة وتستعير هذا الكتاب. لانه ليش هذا الكتاب موجود؟ لانه في شركات لما انت بدك تعمل عندهم اوس بيلدونج مثلا فبيقول لك انه ساوي فحص، فهذا الفحص هو ليس مربوط فقط بالاجنتروفو اربايت او بالجوب سنتر، هذا الفحص كمان في بعض الشركات الكبيره، خلينا نقول البعض مو كلهم، بيقول لك قبل ما تساوي هذا الفحص، فقبل ما تسجل عندي على الاوس بيلدونج او انا قبل ما اعطيك فورشتيرونز كشبريش فانا رح خليك تساوي اينشتيرونز تيست وعلى اساسه بقرر يا اما بعطيك فرصه او لا. بلاقي انا نوعا ما ظلم هذا الشيء، لانه ممكن الواحد ما ينجح فيه بس هو بغير شغلات يكون ناجح جدا جدا جدا. ففي هيك وفي هيك. ايام كمان بالنسبه لموضوع اللغه الالمانيه ممكن يجيبوا ريشت شغايبونج، بتختلف مو دائما، قلنا على حسب التخصص اللي انت بدك تسويه. هيك بالحالة بكون حكيت عن هذا الفحص بشكل كامل. ما بعرف، ان شاء الله يكون الفيديو هيك مو طويل كتير، مو ممل، فيه معلومات مفيدة تقدروا انه انتم تستفيدوا منها. عطيتكم زبدة الفحص بالضبط شو بيجيكم ان شاء الله، وحكيت لكم كيف الواحد بيجهز له وليش بيساوي هذا الفحص. بتوقع هيك شملت انا كل موضوع البسيشولوجي تيست اللي بيكون هو موجود عند الجيتو فور اربايت. بتوصيف الفيديو بتلاقوا رواتب بتقدروا كمان تستفيدوا منها، فيديوهات يوتيوب او كمان رابط الموقع اللي عملكم عليه. بشوفكم على كل خير الفيديوهات القادمه، ديروا بالكم على بعض، حبوا بعض ولا تزعلوا بعض. كان معكم من امام عدسي عبد الهادي، اكتبوا لنا تعليق حلو والسلام عليكم.